نأخذكم مشاهدينا وهذه الجولة في أبرز الموضوعات التي تناولها رواد مواقع التواصل. تألق القمر ليلة أمس في عدة مدن حول العالم، وسيظل البدر العملاق مكتملا لمدة 3 أيام وفقا لوكالة ناسا. يحدث القمر العملاق عندما يكون القمر في أقرب نقطة للأرض في مداره، وأيضا في طور اكتمال القمر. وتم إطلاق اسم قمر الغزلان على قمر يوليو تموز لأن قرون الغزلان الذكور تكون في وضع نمو كامل في يوليو تموز، إثر ذلك تسقط الغزلان قرونها ويبدو النمو من جديد. فتح القضاء التونسي تحقيقا في اشتباكات بين مهاجرين أفارقة وسكان مدينة صفاقس شرقية تونس، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع للسيطرة على الوضع. وأفاد مسؤول بأن مواجهات دارت تخللها رشق بالحجارة بين مهاجرين وسكان من إحدى أحياء صفاقس، ما أدى إلى إلحاق أضرار بسيارات ومساكن بدون التسبب بوقوع إصابات. عاد الفيل التايلندي ساكسورين إلى تايلاند وطنه لتلقي علاج بعد رحلة طويلة من سريلانكا شملت رحلة في حاوية نقل مخصصة. ساكسورين طبعا خصصت له، البالغ من العمر 30 عاما، هو واحد من 3 أهدتهم الحكومة التايلاندية إلى سريلانكا في عام 2001. كان نشطاء في مجال حقوق الحيوان قد انتقدوا سوء معاملته. شكرا لمشاهدتك تريندينج. سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها.